الرحمن الرحيم. نلتقيك اليوم يا وطني لقاء الأوفياء، غد تناجينا خفاقا كخيول الريح في جوف العتامير تداعينا. لك يا أرض البطولات وميراث الحضارات، تغنى اليوم في عرس الفداء. ها هنا يبتسم النهر القديم لبعاقي ولتهراقا وللمهدي لعلي عبد اللطيف وللموت الفدائي العظيم. نذكر الآن جميع الشهداء، نذكر الآن جميع الشرفاء، كل من خط على التاريخ سطرا بالدماء، كل من صاحب وجه الظلم لا. ونغني لك يا وطني كما غنى الخليل، مثلما صدحت نهيرة تلهم الفرسان جيلا بعد جيل. ونغني لحريق المك في قلب الدخيل، لجسارة حينما استشهد في مدفعه عبد الفضيل. الإخوة والأخوات، الحضور الكريم، السادة الضيوف، الإخوة ممثلي الجاليات المختلفة، الإخوة أعضاء لجنة التنسيق العربية، نحييكم تحية الإسلام الخالدة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسم اللجنة التنفيذية اتحاد الطلاب السودانيين فرع بنغلور كرا 45 لاستقلال بلادنا، إن السودان يا إخوتي وإن توالد عليه الملمات والمصائب ابتلي بمختلف أنواع الحكومات، ولا زال سيظل إلى الأبد يفجر الثورات وصانع الأبطال ومغيرا لمجرى التاريخ. وما انتزاع الاستغلال عنوتنا وشعبي يا شموع غدنا الذي ينداح من خلف الغيوم، فلتضرب نارا بنار وتضرب الخرطوم في وجه التتار، تلا من الألغام والدم والدمار. يا أيها الشرفاء ذكوا كل عار، الويل للعملاء، الويل للمستعمرين، الويل للمتنكرين، لقضية الإنسان في وطن الحزين. فلتضربوا من دون قلب أو عيون، لا تتركوا وجها يمر عملا في الطريق، لا تتركوا كلبا يمر ولا نعال، دوسوا فإن الميت بالدم للرجال. ولكن وكما قال الإمام علي رضي الله عنه، ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار، فكادت ثمرات الاستقلال تضيع تحت وقف الحكومات المتعاقبة والتي لم تفلح حتى الآن في تكريم المواطن السوداني وإعطائه ما يستحق. الإخوة الكرام، إننا في لجنتكم التنفيذية الموقرة قد عهدنا نفسنا وإياكم على السير قدما على طريق الصمود، وإننا بإقامتنا لحفل الاستقلال هذا نكون قد تقدمنا خطوات وخطوات باتجاه الإنجاز. وكان دأبنا في اللجنة هو السير على الدرب دستور الاتحاد وجعله نبراسا يضيء طريقنا. ولا ندعي أننا لا نخطئ، ولا ندعي أننا لا نخطئ، فقد كلم الله يخطئ، ولكننا حاولنا كل ما بوزعنا لتمثيل الطالب السوداني خير تمثيل في مدينة بنغلور. ويشهد لنا تواصلنا مع الجميع حقيقة هذا القول، وما اتفاق الجاليات الموجودة أمامي الآن حول لجنتكم التنفيذية وحضورها لمشاركتنا في هذا اليوم التاريخي إلا أبلغ دليل على عمق تواصلنا الإقليمي والدولي في بنغلور. ونحب أن نبارك عبركم، ونحب أن نبارك عبركم قيام لجنة التنسيق العربية، والتي نهضت قوية بأسنانها وعنفوانها لا لشيء إلا لخدمة الطالب العربي في بنغلور، كما نؤكد مساندتنا لها وقوفنا إلى جانبها بكل الإمكانات المتاحة. إخوتي، لا أريد أن أطيل عليكم، ولا أود أن أفسد مدعة هذا اليوم بالحديث المسترسل، بل سأترككم جميعا لاستمتاع بقية الفقرات المتنوعة والتي هي أصدق تعبير عن معاني الحب والصداقة والوطنية، ونجعل من فالنتاين دي يوم للحب والتواصل بيننا وبين مواطنينا السودانيين الذين تشردوا في كل نواحي الأرض مفضلين ظل الغربة
أن لا يعيشوا في بلادهم مواطنين من الدرجة الثالثة. عاش الفكر الاستقلال إبراسا يضيق طريقنا. عاش الشعب السوداني معلما للشعوب. عاش اتحاد الطلاب السودانيين رمزا للصمود. الخزي والعار للسارقين الحرية والديمقراطية. الويل كل الويل لمن ارتضى الجلوس مع العسكر ولا نامت أعين الجبناء.